حركة نداء تونس كان آخر الأحزاب الوافدة. يوسف الشاهد ينهي الجولة الأولى من المشاورات. هيكلة الحكومة وإمكانية إحداث أقطاب وزارية أم الإبقاء عن المنظومة الحالية كانت النقاط الأبرز على الطاولة. ثم بعض المقترحات في مستوى الهيكلة قامت بها بعض الأحزاب، واليوم قاعدين نبلوروا في هذه المقرحات باش نخرجوا بتصور واضح للهيكله قبل الاسامي. راهو اهم حاجه هي يكون الفريق هذا ناجح. قدمنا مقترح انه تكون ماهيش في شكل اقطاب، انما عباره على اقطاب معناها مربوطه برئاسه الحكومه، خاصه في القطب الاقتصادي المالي نظر الوضعية اليوم موجوده في البلاد. اعطينا مقترحاتنا فيما يخص وزاره الخارجيه، حكايه الكتاب دوله. اعطينا مقترحات ان يقع التنقيس في حجم العدد نتاع الوزراء، معناها مجلس وزاري انه يكون فيه اكثر من 30 وزير، هذايا معناها ماهوش ممكن اليوم في الوقت هذايا. رئيس الحكومه المكلف كثف من لقاءاته في الاونه الاخيره ليؤكد مجددا انه ماض نحو تشكيله حكوميه تقطع مع المحاصصه الحزبيه تماشيا واتفاق قرطاج، امر يشكك فيه المراقبون بحسب ما يتسرب من المعلومات. اليوم في الائتلاف الحاكم ولا سيما الائتلاف الرباعي الحالي وربما يضاف الى ذلك حزب المبادره، كل هذه الاحزاب التي سوف تشكل فعلا حكومه الوحده الوطنيه او هكذا سميت كلها تقول بانها ضد المحاصره الحزبيه على مستوى الخطاب على مستوى الشعار، ولكن واضح انها كلها تتصارع اليوم حول منابها وحول نصيبها من الحكومه. ودخل يوسف الشاهد في مرحلة حاسمة من تشكيل الحكومة على أن يعلن عنها الأسبوع القادم بحسب الترجيحات، في وقت ينتظر فيه الجميع المضامين السياسية لحكومة انطلقت من فكرة الوحدة الوطنية وباتت دون ذلك في ظل رفض عديد الأطراف المشاركة فيها. خلف هذا الباب المغلق انتهت الجولة الأولى من المشاورات بشأن الحكومة. مرحلة أولى تتعلق بالهيكلة انتهت، ومرحلة ثانية تخص التركيبة منتظرة في الأيام القادمة. هو الربع الساعة الأخير من المخاض قبل الإعلان الرسمي. فتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس.